الجيش تحدث عن تدمير معسكري صوبة وطيبة التابعين لقوات الدعم السريع. نحن لا نستبعد أن تكون عملية، طبعا معسكر صوبة هو نقطة انطلاق الرصاصات الأولى انطلقت من معسكر صوبة. نحن نتوقع أن تكون العمليات النوعية في هذه المناطق هي التي سيرها سلاح الطيران السوداني. طيب هناك أيضا محي بعض بعض وسائل الإعلام السودانية التي أفادت بتدمير الطيران الحربي معسكرا بمنطقة شرق النيل تابع لقوات الدعم السريع، نريد أن ندقق أيضا منك هذه المعلومات. طبعا معسكرات الدعم السريع موجود في الخرطوم، له أكثر من 6 مواقع رئيسة للدعم السريع. هنالك معسكر في منطقة حطاب يتبع لقوات الدعم السريع في شرق الخرطوم، هنالك معسكر في منطقة كرري، هنالك معسكر في سلاح المظلات، هنالك معسكر في سوفا، هنالك معسكر في منطقة طيبة الحسناب جنوب الخرطوم، وهنالك إفادات تدميرية أيضا. معسكر الدعم السريع في صوبة هو الذي شهد انطلاق الرصاصات الأولى صباح اليوم، كما توجد مواقع عسكرية أخرى للدعم السريع من بينها مثلا مقر هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات سابقا، وكانت قوات جهاز الأمن والمخابرات القوات الكتيبة التي كانت تمردت قبل 3 سنوات في هذا المبنى. المبنى منذ ذلك الوقت يسيطر عليه الدعم السريع، وهو الأمر الذي أدى لوجود اشتباكات في حي الرياض العريق شرق الخرطوم، وهو من الأحياء الأرستقراطية، شهد عمليات اشتباكات قبل قليل في هذا الحي بالقرب من مقر معسكر الدعم السريع. القذائف وصلت إلى واحدة من الجامعات الخاصة، سقطت فيها عدد من القذائف، الأمر الذي أسقط عدد من الجرحى. لم يتبين لنا أو لم نتمكن من التحقق من عدد الجرحى، ولكن بصورة عامة في صورة يعني واحدة من المواقع العديدة التي شهدت سقوط جرحى وقتلى. طبعا الحديث عن إحصائيات في هذا الوقت بالتحديد ربما يصعب بدرجة كبيرة نظرا ل يعني حرب الشوارع والطرق المقطعة وعدم السماح بالتنقل، إما بسبب الظروف الأمنية أو بسبب المنع المباشر للقوات الأمنية للمواطنين أو الصحفيين. يعني تم الاعتداء على عدد على مراسلين اثنين حاولا الخروج من مكاتبهما قبل قليل، وتم الاعتداء عليهما، أحدهما تم الاعتداء عليه بصورة كبيرة، تم إسعافه والآن هو في ظرف صحي حالته مستقرة، ولكن حدثت إصابات له بسبب الضرب الذي وجه به من قبل قوات عسكرية تابعة لأحد الطرفين في شارع مكتبه. عموما أيضا هنالك اشتباكات متفرقة في مدينة الفاشر شمال دارفور، ومدينة الفاشر شمال دارفور حتى قبل هذا الاشتباك كانت تشهد اعتصام منذ يومين لمواطنين منطقة اسمها الكومة، قامت قوات تابعة لواحدة من الميليشيات في المنطقة بقطع الطريق أمس الأول وقتل 4 موظفين والاستيلاء على مرتبات محلية الكومة، وبالتالي ذوي القتلى نفذوا اعتصاما وأصدروا بيانا فجر اليوم أمهلوا فيه ساعات للسلطات ما لم يتم تسليم المنفذي العملية، فإن المدينة ستشهد عمليات عسكرية، وبالتالي العمليات العسكرية كانت قد استبقت على الأقل موعد الجهة التي كانت قد حددت بتنفيذ عمليات عسكرية في الفاشر.